guys, welcome back to my channel. أنا لما مشترك جديد. أنزل تحت الديسكريبشن عشان تتعرف علي. كم بلاش مقدمة، خلينا أدخل وأقول لكم let's get into it. الموضوع الأول اللي حنتكلم عنه وهو عن خريطة مونتي. خريطة مونتي رسمها عالم الخرائط أو رسام الخرائط أوربانو مونتي الإيطالي في القرن السادس عشر. يا جماعة شوفوا من متى، أكثر من 400 سنة. الخريطة دي مرة كبيرة. أفراد جامعة ستانفورد جمعوا الخريطة دي في 60 جزء، يعني أخذوا منها 60 جزء وجمعوهم مع بعض عشان يكونوا خريطة كبيرة للعالم. ولكن خريطة مونتي تختلف عن باقي الخرائط كلها، فيها أشياء فعلا غريبة وأشياء لها علاقة بوقتنا الحاضر. طبعا عشان بس من دحين تعرفوا، ما زالت للآن تحت التحليل، لسه بيحاولوا يفهموا أول شيء إيش يبغى مونتي من الخريطة دي، إيش قصده فيها، يفكفكوا بعض الكلمات. الخريطة فعلا غريبة. واحد من أفراد جامعة ستانفورد اسمه رامزي، الإنسان هذا بيقول لو تعرفوا هذه الخريطة كم سعرها، لو أنا سعرتها سعرها مرة عالي لا تقدر بالثمن. زي ما انتم شايفين في الخريطة، الخريطة مليان رسومات لكائنات، بعضها اسطوري بعضها خيالي بعضها هجين، كائنات بشرية ولكن عملاقة، كائنات بشرية يعني مثلا نصها انسان نصها مدري ايش. فحسب ما قالوا الدولة العلماء اللي موجودين في الجامعة، مونتي هنا يبغى يورينا انه الكائنات دي فعلا كانت موجودة، كانت عايشة على الارض قبل كده. وبعضهم يقولوا انه مونتي يقول انه هذه كائنات اوريدي موجودة ولكن احنا ما نقدر نشوفها لانها عايشة في مكان تاني في الارض. والشيء الغريب اللي بعد كده وهو تاني شيء، انه على الزوايا او واحدة من زوايا هذه الخريطة في زي بوصلة، البوصلة هذه فيها اشكال لوجيه ناس كأنها قاعدة تنفخ هواء. بعض الناس قالت انه هنا قصده مونتي انه الرياح اللي جاية من هذا المكان او من هذه الاماكن تكون خطرة للكائنات الحية. يعني الناس ما دققت على هذا الشيء قد ما دققت على شيء واحد، وهو انه في مع الاوجه هذه في وجه واحد عظمي. في بعضهم قالوا وجه عظمي، بعضهم قالوا هذا وجه انسان ميت او وجه كائن ميت او ممكن يكون شيء ثاني. هي الخريطة فيها كل شيء غريب، يعني هي ما جت على هذه صراحة، بس هم قالوا انه شمعنا البوصلة كلها بشر وهذا الشكل الوحيد اللي غريب، كأنها جمجمة كأنه كائن تاني ما أدري. والشيء الثالث في هذه الخريطة غريب، وهو يا جماعة إنه في جزيرة اسمها هاي برازيل موجودة جنب تقدر تقولوا إيرلندا. هذه الجزيرة موجودة من زمان، واستمر وجود الجزيرة دي على الخرائط إلين القرن الـ19، ولكن بعد كده بدأت تختفي من الخرائط شيئا فشيئا بدون ما الناس تعرف ليش. في ذاك الوقت عام 1400 وحاجة رسلوا زي حملة عشان يكتشفوا ايش الجزيرة هذه. حسب الاساطير الايرلندية قالوا انه هذه الجزيرة دائما يغطيها الضباب. فاللي صار انه الناس اللي راحت تبي تكتشف هذه الجزيرة ما لقتها، ولكن على الصعيد الاخر في ناس قالت ان هي قدرت توصل للجزيرة. الشيء الغريب انه في قبطانين راحوا يبغوا يكتشفوا هذه الجزيرة، طبعا كل واحد فيهم راح لحاله، القبطانين ما يعرفوا بعض يعني كل واحد وقت تاني راح. القبطان الاول راح وقال انا شفت الجزيرة فعلا، والتاني لما راح قال ايوه وقدر يأكد كلام اول قبطان. اللي قالوا القبطانين دولة انه الجزيرة فعلا فيها نوع من فصائل الارانب اللي يجي عملاق ولونه اسود. متخيلين المنظر انتو؟ حاجة تانية كمان غريبة شافوها، وهي انه كان في رجل ما ادري ليش قالوا هو حكيم ولكن اعطاهم ذهب وفضة. بس زي ما قلت لكم جزيرة هاي برازيل اختفت من الخريطة شيئا فشيئا مع مرور السنين. والشيء الثاني اللي كان كمان موجود في خريطة مونتي غريب، انه يقال قدر يورينا مكان سفينة سيدنا نوح عليه السلام. طبعا تعرفوا انتم من فترة طلع كلام انه ايوه اكتشفوا المكان اللي رست فيها سفينة سيدنا نوح عليه السلام بعد الطوفان العالمي. الناس قالوا انه السفينة رست
في أعلى أو في قمة جبل الجودي، ده موجود في تركيا. طبعا الجبل له اسم تاني في التركي. عشان أكون صريحة معاكم يا جماعة، لما جيت دورت على الموضوع هذا لقيت إن الموضوع هذا يقولوا مو أكيد، هم لاقوا آثار في الأرض. طلع كلام غير مرة كثير صراحة في النت، وأنا ما حبيت أدخل في الموضوع هذا يعني عشان ما أجيب معلومات غلط. تقدروا أنتوا تروحوا تبحثوا بنفسكم أو تقدروا تكتبوا لنا تحت. يعني لما طلع الكلام وقتها أنا ما دخلت صراحة وبحثت، يعني ما جاني حب استطلاع إني أدخل وأشوف. في ناس تقول أو لقينا أجزاء منه، وفي ناس، فأنا ماني حابة أقول حاجة تطلع غلط. هو ليش رسم المكان بالضبط؟ الخريطة اترسمت في ذاك الوقت وقاعدة تبين أشياء احنا دحين اللي اكتشفناها، فالناس استغربت من ضمن الخرائط الغريبة اللي ترسمت او العادية، خريطة مونتي الوحيدة اللي غريبة فعلا. طبعا الخريطة توريكم خطوط العرض والطول ومدري ايش، في اشياء عادية طبيعية اي خريطة تبينها، لكن خريطة مونتي تحديدا فيها حاجات ما ركزت على الطبيعة، على تضاريس، على ركزت على اشياء اغلبها كيف اقول لكم دراسات اللي انت من فين جبتها وكيف عرفتها. ولكن كل اللي قلت لكم إياه هذا على جنب، في شيء أكتر من كده هو اللي جذبني للخريطة هذه أكتر، وهو هذا الشكل. الشكل هذا مونتي كتب تحته اسم فارغو، سماه فارغو، طالع في الشكل مرة كويس. الشيء الغريب في الموضوع إنه هذا الشكل فعلا ظهر في سماء النرويج في عام 2009، ظهر في سماء النرويج. هنا أنا حدخل في حاجة تانية تماما أبغى أقول لكم عليها، وحرجع تاني للخريطة. الحاجة هذه إنه يا جماعة فعلا جات فترة ظهرت أشياء غريبة زي كده كانت تمشي في السماء، تمام؟ نقدر نقول إن هي طيارات وا وا وا، ممكن تكون UFO. طبعا لما تسمع UFO مو على طول تقول أوه فضائيين، لا، UFO جسم طائر غير معروف. فبما إنه جسم وطائر غير معروف ممكن يكون عادي من صنع الإنسان، ولكن فعلا شكله غريب. ولاحظوا أنا إيش قاعد أقول، ممكن. المهم، فهذا الشكل ظهر في سماء النرويج في عام 2009، وقتها كل أهالي النرويج كلهم شافوه من كذا مكان يا جماعة. الشيء مرة كبير، انتم شايفينه ممكن في الفيديو صغير، لكن حجمه فعلا كبير لدرجة الناس من كذا مكان شافت حجم الشيء ده قديش كبير. جات اتصالات على المركز حق الفضاء ومدري ايش الحاجات هذه كلها اتصلوا الناس فيها، والنرويج نفسها ما عارفه ايش الشيء ده ايش يطلع. وفضل كده يمشي 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 في السماء، وكان يعني نوعا ما شويه سريع. الغريب في الموضوع انه الناس قالت هذا اكيد روسيا اللي رسلته، هذا اكيد صاروخ روسي اترسل. طلعت السفارة الروسية اللي في النرويج قالت لا، احنا ما لنا صلاح، ما في شيء من هذا القبيل. لكن بعدها بكم ساعة تطلع روسيا بكبرى تقول سوري، هذا صاروخ احنا اطلقناه، هذا مشروع فاشل، اسمه ما عرف ايه، وحطوا اسم كذا. يعني انتوا ماني فاهمة، انتوا يعني اخذتوا كم وقت عشان تقولوا انه هذا مو حقنا؟ والسفارة يعني ما عرفت تتواصل مع روسيا تسألها اول ايش فيه، يعني ليش في تضادات في الكلام؟ شوفوا بالعادة لما أي بلد أو أي مكان يبغى يطلق شيء زي كده، سواء للاختبار وا وا وا، يرسلوا للناس خبر إن إحنا حنسوي هذا الشيء عشان لا يخلوا الواحد اللي يوجف ينفجع ويتبدأ تطلع إشاعات. فأنا كان قصدي لو هذا فعلا شيء سوته روسيا لازم تطلع تتكلم، بس وقتها ما تكلمت، وقبلها قالوا لا مو إحنا، وفجأة بعد كم ساعة قال لك إيه وإحنا. يعني الناس ما هي غبية، الناس نفسها أهل النرويج نفسهم قالوا مستحيل الشيء اللي احنا شايفينه هذا يا يكون طيارة يا يكون صاروخ، مستحيل يكون حاجة من الاثنين دي، مستحيل. وانا معاهم، جيبوا لي شيء يمشي بدا المنظر، وحتى لو هذه مثلا اضاءة طالعة من هذا المجسم. المجسم نفسه فين؟ احنا شايفين نور بيمشي، ما في مجسم، ما في شيء. يعني هيكل صاروخ بيكون باين مثلا، هيكل الطيارة يكون باين، هذا مو باين منه الا النور قاعد يلف. وبعدين اسألكم سؤال، حنهي بعدها الموضوع هذا تماما، الصاروخ او الطيارة لما يبغوا ينزلوا الطيارة تهبط كده عادي، الصاروخ مثلا ايش يصير فيه؟ ينفجر يا في السماء يا ينفجر في الارض، يتفتفت. بعدين الصاروخ اسرع من كده بكثير، هذا الشيء كيف اختفى؟ اختفى زي كده. أنا ما بقول كلامهم يكون غلط، لا، ممكن يكون كلامهم صح، بس من كتر ما الإعلام يعطينا أخبار غلط أو الجهات هذه تعطينا أخبار غلط صرنا إحنا ما نصدق. بس عموما هذا مو موضوعنا الآن، هذه الأشياء أنا مظبطت لها كده فيديو لحالها بعدين. أنا دحين كان سؤالي وسؤال كل شخص عارف عن خريطة مونتي، هذا الشكل اللي أنت راسمه اللي ظهر في 2009 راسمه على أي أساس؟ إيش يطلع هذا؟ المشكلة إنه ما قالوا انه هل مونتي شارح الاشياء اللي هو كاتبها، لا، هل كان قصده مثلا مونتي يقول انه هذه ظاهره طبيعيه كونيه فضائيه
يعني شيء مثلا زي الشهب زي هذا بيظهر كل فترة ممكن، بس يعني ما ظهر في أي مكان، ظهر بس في النرويج مكان ما هو رسم. وطبعا جدير بالذكر يا جماعة أنه هو ممكن يكونوا اكتشفوا أشياء في الخريطة هذه بس ما قالوا لنا إيش تطلع، وأكيد ما حيقولوا لنا كل شيء، وأكيد لسه قاعدين بيحاولوا يفهموا إيش الخريطة هذه إيش المغزى منها. فهذا كان أول موضوع عندنا وهو عن خريطة مونتي. ننتقل دحين للموضوع الثاني وهو أهمها. ساندي إعلان بسيط عن قناة من القنوات اللي تقدم كمان قصص. صاحبة هذا الحساب واحدة من متابعين قناتنا وتحب القصص حقت الألغاز حقت القضايا وزي كده، فعاملة متسلسلات من القضايا، وأتوقع أنه أغلب القضايا اللي تتكلم عنها كمان سولفت. طبعا انتوا تحبوا السولت، انا عارف الشيء هذا، والبنت مره عندها شغف والحمد لله واصله عدد مره كويس، وانا حابه انه انا ادعمها غير انه هذا اعلان. لا تنسوا تروحوا تزوروا قناتها، واذا حابين تسووا لها هجمه في اخر فيديو هي نزلته سووا لها، البنت تستاهل. وعلى فكره اختي طلعت تتابعها كمان. وعلى سيره الكونن اللي فينا، شوفوا الموضوع الجاي فظيع. إذا أنت متابع لقناتي أكيد سمعت عن ممر دياتلوف. هذه القضية حقت ممر دياتلوف أنا مسوية منها جزئين موجودين تحت في الديسكريبشن. تعرفوا هذه القضية أفضل قضية في قناتي، استمتعت من ناحية أنه أنا حضرتها وصورتها وحضرتها كمان، وما عندي مشكلة أجلس أتفرج عليها. يعني هذه القضية مفضلة عندي أكثر من قضية روبيكا زهاو أو أي قضية في قناتي. ليش جبت سيرة ممر دياتلوف؟ لأنه القضية الجاية اللي هتكلم عنها دحين أو الموضوع هذا يشبه ممر دياتلوف في بعض الأشياء، بينهم كده شبه، حتى إنه سميت The American Dyatlov Pass، ولكن هي أساساً لها اسم تاني وهو The Yuba County Five، الخمسة حقين مقاطعة يوبا، زي كده يعني تنقال بالعامية. إيش موضوع الخمسة دولة؟ شوفوا في ناس كتير تعرف عن الموضوع هذا، أنا حسد الموضوع بطريقة مختلفة عن أي شخص قالها، بس لأني أبى أعرف كيف حيكون تفكيركم قبل ما تعرفوا حاجة في نهاية الفيديو وبعد ما تعرفوا الحاجة. فعندنا خمسة أشخاص ينعتوا نفسهم بـ The Boys، أعمارهم بين 25 والـ30، يحبوا شيء اسمه كرة سلة. هم من مقاطعة أو من مدينة يوبا الموجودة في كاليفورنيا. يوم 24 فبراير عام 1978 كان عندهم زي مباراة لكرة سلة في مدينة تانية تبعد عن يوبا، من 40 دقيقة لساعة تبعد عنها. المدينة التانية هذه اسمها تشيكو. الخمسة دولة أسماءهم جاري ماثايس، جاك هاويت، ويليام ستارلينج، تيد ويهر، جاك مدروغا. شوفوا يا جماعة، الخمسة دول راحوا لتشيكو تمام عشان يحضروا هذه المباراة. اليوم الثاني كان عندهم كمان مباراة تانية بيحضروها. طبعا المباراة كانت موجودة في أحد الجامعات أو أحد ملاعب حقت الجامعات، خلصت الساعة 10 في الليل، فالمفروض الخمسة دولة يروحوا البيت اللي هو عندهم في يوبا. قبل لا يروحوا بيتهم وقفوا في استراحة جنب الجامعة تقريبا، والاستراحة هذه أو المحطة هذه كانت خلاص قاعدة تقفل. صاحبة الدكان اللي موجودة في الاستراحة دي كانت بتقفل، حتى يقال ان هي كانت متضايقة انه سلامات انا قاعدة بقفل وانتو شو مدخلكم دحين. هم كانوا داخلين عشان يجيبوا بعض الوجبات الخفيفة لانه عندهم طريق طويل، طريق سفر ابو ساعة كده، فجابوا بيبسي بسكوت شوكولاتات زي كده وراحوا. ما كانت عارفة ان هي اخر شخص حيشوف الخمسة دول في ده اليوم. اللي صار ان الاولاد دولة ما رجعوا بيتهم، فتاني يوم أهاليهم اتصلوا في الشرطة وبلغوا إنه هم missing. معلومة صغيرة بقول لكم إياها، الخمسة دول عندهم مشاكل صحية، ومشاكل دي أنا ما حقولها إلا آخر الفيديو. ما أخذت الشرطة خمسة أيام أربع أيام تقريبا، جاء يوم 28 فبراير والشرطة لقت سيارة مدروغا، لأنه الشباب الخمسة دول راحوا للمباراة بسيارة مدروغا. وعلى فكرة مدروغا الوحيد هو اللي كان يسوق وعنده رخصة قيادة. السيارة هذه كانت المفضلة عند مدروغا، هذا كان زي كده سيارته ما حد يسوقها غيره، يحبها مرة. بس المكان اللي لقوا فيه السيارة مرة غريب ولغز، وما هم عارفين ليش لقوها في ده المكان. انحرفوا عن الطريق انحراف مرة. المكان اللي راحوا له زي تقدر تقولوا زي طلعة جبل، مو جبل مرة كبير لا، بس ممكن نقول تاهوا عن الطريق. ما نقدر نقول إذا تاهوا ولا لا، لأنه الشرطة شافت السيارة، فحصت السيارة، لقت إنه السيارة أول شيء سليمة. يعني لو كان في أحد بيطاردهم كان لقينا آثار خدش، تخبيط، انحراف في طريقة السيارة، السيارة محطوطة بطريقة كده
مرتبة، وغير كده إنه السيارة تشتغل يعني ما هي خربانة، ولكن مغرزة شوية في الثلج لأنه المنطقة هذيك أو الوقت ذاك يا جماعة كان وقت فيه برد قارس، كانت الثلوج مرة كثيفة، يعني زي ما أقول لكم هذا عز موسم الأمطار اللي هي مثلاً تجيك الأمطار ما توقف، هذا كان عز موسم الثلج، الثلج كان كتل كتل، فالسيارة كانت مغرزة في الثلج، بس خمسة شباب طبيعي حيقدروا إن هم يدفوا السيارة كمان، ترى هم خمسة، لما جو شافوا الشرطة قالوا أوكي يمكن بنزينها مخلص، لقوا إن البنزين معبى ربعه، المشكلة إنه مفاتيح السيارة ما هي موجودة، يعني السيارة انحطت هنا بإرادة الشخص اللي كان يسوقها اللي هو مدروقة. وشال المفاتيح منها ومشي. داخل السيارة ما كان فيه أي شيء غريب، بالعكس كان فيه الأوراق حقت المأكولات اللي أكلوها، تقريبا أكلوا كل شيء، ما بقي إلا لوح واحد من الشوكولات. حاجة غريبة كمان وهي الخريطة اللي كانت معاهم، طبعا زمان ما كان فيه شيء اسمه جي بي إس، ما يقدروا يعرفوا المسار حقهم، فكانت تيجي الخرائط اللي تيجي زي اللي مطبقة كده. الخريطة زي ما قالت الشرطة ما تم لمسها، ما تم فتحها، بالمعنى الأصح ما تم استخدامها اصلا. فلو قلنا اللي هم تايهين ليه ما استخدموا الخريطه، ممكن بعضكم يجي في باله يقول اوكي طب ايش اعرفها الشرطه اذا هم استخدموها او لا، ترى عادي ممكن افتحها اشوف الطريق واقفلها تاني، لكن انت لو مثلا تايه ما حتقفل الخريطه حتخليها مفتوحه. فالشرطه قالت دام السياره هنا يعني هم في مكان قريبين من هنا، بس المشكله ايش انه الوقت كان ليل، اثار اقدام ما في لانه طبعا الثلج غطى كل شيء، وغير كده الثلوج كانت طبقات، يعني حتى لو كان واحد فيهم مستخبي جوا او مدفون جوا هذه الطبقات صعب انه يقدروا انهم يلاقوه. ولكن قبل اكمل القصه هذه يا جماعه، في شخص اسمه جوزيف على ما اظن بيقول انه هو كان بيسوق في نفس الطريق هذاك اللي لقوا فيه السياره. ليش؟ لانه هذا الشخص عنده زي كوخ او كامب او يعني كده مخيم صغير، فهو راح قبل مرته وولده يبغى يشوف الأوضاع كيف هناك، هل يمدي يجيبهم ولا لا، بس هو في الطريق سيارته غرزت في الثلج، نفس اللي صار المفروض مع الأولاد، نزل عشان يدفها، بس المشكلة إنه هذا الرجال يعاني من الهارت أتاك الأزمة القلبية، فهو بيدف جاته أزمة قلبية، فاضطر إنه يدخل تاني السيارة ويشغل المدفأة ويرتاح شوية. يقول شوية قدام لاحظ أو سمع صوت تصفير. أنا لما سمعت المعلومة دي قلت هذا أكيد الهواء، لأنه الهواء القارس او البرد القارس يسوي زي صوت تصفير، لكن هو لما قال انه سمع صوت التصفير وفتح عينه لاحظ انه في خيال اربع رجال وامراه معاها طفل. هو قال شاف الفيجر حقهم، الفيجر اللي هو الشكل الهيئه، كان معاهم زي نور او مصباح او حاجه زي كده، وكانوا واقفين في نفس المكان اللي كانت فيه السيارة حقت الأولاد. حاول إن هو يستغيث بيهم وفتح على ما أعتقد اللمبة حقت سيارته، لكن هم طنشوه ما كأنهم مو شايفينه أصلاً، هم ما كانوا مرة قريبين، هم كانوا بعاد بس يقدر يشوفهم، حتى طفوا اللمبة اللي معاهم، بعدين زي اللي غط، وبعد كده لاحظ في نور حق سيارة. لما حاول هو كمان يفتح نور سيارته، السيارة برضو طفت أنوارها وزي اللي تجاهلته. فلما جلس كمان فترة وحس انه هو تمام، شغل السيارة وراح للكوخ حقه، بيقول انه هو عدى من جنب السيارة حقت الاولاد، وهذه مواصفات سيارة الاولاد زي هذه بالضبط، مو بعيد تكون هي نفسها كمان. الغريب يا جماعة انه الشخص ده اللي اسمه جوزيف قصته اتغيرت كذا مرة، وهذا نتيجة الازمة القلبية اللي جاته، ما هو فاكر بالضبط ايش اللي شاف او في بعض التفاصيل ناسيها، لكن لما جو يبغوا يحققوا هل هو فعلا يعاني من ازمه قلبيه طلع فعلا يعاني من الازمه القلبيه. لما سالوه عن الامراه او الطفله او الطفل قال انه ما هو فاكر بالضبط بس متاكد انه شافها، يعني في اشياء متاكد انه هو شافها، وفي اشياء بيقول ممكن انا ما اخذت بالي بس انا فاكر انه كده كان شكلها. ليه ما مرت 3 شهور والاولاد ما حد عارف هم فين؟ بعد 3 شهور هذه يجي الوقت اللي يكون الثلج فيه داب، مجموعة من سائقين الدبابات والدراجات وزي كده كانوا في نفس المنطقة ديكة، وكانوا قاعدين عادي بسوق دباباتهم هناك، يعني كده تقولوا نوع من الرياضة الترفيه، تعبوا وقفوا شوية بيرتاحوا ياخدوا بريك، فوقفوا جنب مقطورة تكون بعادة مشبوكة مثلا في سيارة تانية في شيء زي كده يكون فيها العفش مؤن متعبي أشياء. المشكلة إنه الأشخاص دول واحد فيهم بيقول أو هم كلهم بيقولوا إنه في ريحة جدا سيئة طالعة من ذاك المكان، وريحة يا جماعة أنا أسفة في الوصف مرة بس ريحة أبدا ما تنوصف لبشاعتها، وصفها الولد بشكل واحد وهو رائحة الموت.
بعض المصادر قالت إنه هم دخلوا المقطورة، وبعض المصادر قالت ما قدروا يدخلوا المقطورة لبشاعة الريحة اللي منبعثة منها، فاتصلوا على الشرطة أو تواصلوا مع الشرطة. في الحالتين الشرطة لما جات فتحت المقطورة ودخلت، وإيوة اللي في بالكم كان موجود بس مو تماماً، جثة شخص على سرير المقطورة. الشخص ده كان تيد، وتيد من لما اكتشفوه بدأت بعدها الغاز تكتر 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 تكتر، ما في أي جواب لأي لغز. أولاً كان نايم فوق السرير ومات بسبب التجمد والجوع، وكان عليه 8 طبقات من البطانيات. بعض المصادر قالت إنه رجله كانت مكشوفة، بعض المصادر قالت لا ما كانت مكشوفة بس كانت البنطلون اللي هو لابسه متشمر لين الركبة. في الحالتين باين من رجله التجمد اللي هو فيه، لأنه كانت مرة خربانة مرة متجمدة من كتر التجمد، كان فيه زي الجروح والكدمات حقت الصقيع، وبعض أصابع قدمه كانت مفقودة. وما هو لابس جزمة الله يكرمكم، ما في جزمته ما هي موجودة في المكان. جنب تيد كان فيه زي طاولة فيها المحفظة حقته وفيها الخاتم اللي هو يلبسه، وكمان منقوش اسمه عليه. وفي شيء تاني غريب، وهو الساعة ذهبية من هذا النوع. الساعة دي لا هي لتد ولا هي للأربع الباقيين. الشرطة من الأشياء الغريبة اللي شافتها قالت الولد واضح عليه إنه هو كان عايش في المكان ده 13 أسبوع بعدين مات. وكيف عرفوا؟ من لحيته النمو حقها لين فين، قدروها أنها ممكن 13 أسبوع زائد وزنه. بس هذا مو الشيء الوحيد الغريب، الشيء الأغرب إن المقطورة اللي هو فيها مليانة مؤن، مليانة أكل يكفي 5 شباب لمدة شهور. شخص ميت في مكان مليان أكل، ميت بسبب الجوع، كيف كده؟ مليان حوالينه موارد حق تدفئة. المقطورة فيها كتب، فيها أوراق، فيها أعواد ثقاب، فيها أشياء مرة كثير. هذا كان أكتر شيء غريب شافه الشرطة والناس كلها. وإذا قلتوا لي طب ما هو ممكن أكل بس مات قبل ما يخلص، فحب أقول لكم إنه أغلب الأكل مو أغلب الأكل، الأكل كله مو ممسوك، ولكن بعض المعلبات بعضها تنعد على الأصابع حسب ما فهمت من الوصف. المعلبات دي كانت فاضية، المعلبات هذه اللي كانت مفتوحة برضو كان عليها علامة استفهام، لأنه المعلبات دي تنفتح بنوع معين من الفتاحات، والفتاحات هذه ما تلاقوها إلا في الجيش. واللي ما قلت لكم هو إنه مدروغا وجيري كانوا في الجيش قبل لا يتم إخراجهم بسبب المشاكل الصحية اللي كانوا فيها، فهم الوحيدين اللي يعرفوا كيف يفتحوا هذا النوع من المعلبات. طب هذا كله كلام اللي قالوه في المصادر والشرطة واواوا. فهذا ممكن يأكد إنه تيد ما كان لحاله هناك، ممكن انفصلوا بطريقة ما، وبعضهم شاف هذه المقطورة بعضهم لا، وممكن يكونوا كانوا كلهم موجودين بس ما أعرف إيش اللي صار، بس هذا اللي لقوه. والشيء الأغرب من كده إنه لاقوا حذاء جيري. المشكلة إنه حذاء تيد ما هو موجود وحذاء جيري موجود، فين راح حذاء تيد؟ وجيري ليش ساب حذاءه ومشي؟ اثنين مقاساتهم أبدا ما هي زي بعض، جيري مقاسه أكبر بكثير من مقاس تيد. في أشياء ما لها أي تفسير. والشيء الأكثر اللي ما له أي تفسير وهو مكان وجود المقطورة هذه. يا جماعة بين المقطورة وبين المكان اللي كانت فيها سيارتهم 20 ميل صعودا، يعني من السيارة صعدوا 20 ميل. أصلا كيف عرفتوا عن مكان المقطورة دي؟ بعدين ليش سبتوا السيارة ورحتوا مشي؟ في حاجة انقالت في أغلب المصادر، وهي الشراشف اللي كانت فوق تيد. يا جماعة الشراشف واضح أنه مو هو اللي غطى نفسه فيها، الشراشف واضح انه في شخص غطاه او اشخاص، لانه طريقة وضع الشراشف فوق جسده مو هدفها انه يتغطى او يتدفى. قالوا بالضبط نوع من انواع الطقوس اللي تقام كان شكلها زي كده. هذا اللي انقال في المصادر. شوفوا انا ما انكر وجود الاشياء هذه برا، في كثير، في مليان طوائف، حتى لو مو برا ترى في اماكن كثير وبلدان مرة كثير في عندها طقوس، بس برا في البلدان الغربية عندهم عادي مليانة كتير وطوائف مرة كتير. أنا ما أستبعد إنه شيء زي كده ممكن يكون صار بالذات في غابة بالمنظر ده، لكن مو كل شيء شفناه نقول إنه هذا اللي صار. لكن حلو إني نعطي اقتراحات عشان كل اقتراح أو كل استنتاج نقدر نحلله ونشوف هل ممكن يكون صح أو ممكن يكون خطأ. بعد 4 أميال من هذا الكوخ أو دي المقطورة قدروا يلاقوا جثتين تانين، وهي جثة ستارلينج وجثة مدروغا. واحد فيهم وهو ستارلينج ما عرفوا إيش سبب الوفاة، ولكن مدروغا كان سبب وفاته
اللي هو انخفاض درجة الحرارة. طبعا مدروجة كانت مفاتيح سيارته في جيبه، موجودة في جيبه. أما ستارلينج فمن الهيكل العظمي حقه كان شوية متناثر، زي اللي كان فيه حيوان مفترس أو نوع من الحيوانات كان بينبش في جسده، مع أنه ما قالوا لنا هل شافوهم جنب بعض أو قريبين من بعض. بقي عندنا شخصين وهم جاري وجاك هاويت. بعد يومين من اكتشاف الأشياء هذه كلها، أبو جاك قال أنا حنضم معاكم في السيرش لأنه ابني من ضمن الناس المفقودين. المفاجأة أنه الرجال لما انضم للفرقة لقى فعلا جاكيت ولده، قام جري على طول عشان يبغى يروح يشوف الجاكيت أي دليل حوالينه. لما مسك الجاكيت طاح العمود الفقري حق ولده من الجاكيت. هذا أبشع شيء أنا قلته في قناتي كلها من وجهة نظري لأب أنه يمسك العمود الفقري حق ولده. أنا آسفة في هذا الوصف يا جماعة، بس القصة هي زي كده لأنه ما حد عارف إيش اللي صاير. واضح من النتورة حقت عظامه أنه نفس الشيء زي ستارلينج، في اللي نتور عظامه. الشخص الوحيد اللي باقي ما له أثر ليومكم هذا لين دحين وهو جاري، ما حد عارف هو فين، لا هو حي ولا هو ميت، ما حد عارف هو فين. وهنا تبدأ الأسئلة والنظريات، إيش اللي صار مع الأولاد دولة؟ ليش انحرفوا عن الطريق اللي كانوا ماشيين فيه؟ ليش سابوا السيارة والسيارة سليمة ما فيها أي مشاكل؟ بل مين الأربع رجال والإمرأة اللي شافهم جوزيف؟ هل ممكن يكون الأربع أولاد ولا ناس تانية كانت في ذاك المكان؟ وهل فعلا كانت تقام طقوس هناك؟ بعدين تعالوا هنا، ليش تيد لحاله في المقطورة والبقية برا المقطورة؟ ليش جزمة جيري كانت في المكان وتيد بدون جزمة؟ هل صار شيء خلاهم عندي أسئلة مرة كثير. ولذلك يا جماعة سميت هذه القضية بـ The American Dyatlov Pass لأنها تشبه ممر دياتلوف من ناحية طريقة الموت والسبب الغير مفهوم للموت وليش صار فيهم كده. صح مو بغرابة دياتلوف نهائي، ما في شيء حيجي جنب غرابة دياتلوف نهائي، ولكن برضو هنا في عندنا أسئلة مرة كثير. أول شيء جاري يعاني من انفصام في الشخصية وعشان كده خرج من الجيش. جاري كان ياخد أدوية كان يكون تمام، لكن لما ما ياخدها يبدأ يتغير. أما الأربعة البقية عندهم بعض المشاكل المتشابهة شوية، اللي هي مثلا بطء في الاستيعاب، مشكلة في التركيز، في عندهم زي كده يعني شوية مشاكل صحية وعقلية تقدروا تقولوا إنه مو مرة لا ما يفكروا ما لا، بس في عندهم كده شوية مشاكل وأغلبها نفسية، عشان كده كان صداقتهم جدا قوية. واحدة من النظريات اللي طلعت يا جماعة كانوا يقولوا هل جاري سوى فيهم كده أو شاف الشيء اللي بيصير فيهم، ولا تيد شافهم إيش صار فيهم، أو ما سمعوا كلامه وطلعوا برا المقطورة وهو فضل جوا. في عندي أسئلة كثيرة وأبغى أشوف إيش رأيكم تحت في الكومنتات. حستمتع وأنا أقرأ، على فكرة دائما أقرأ الكومنتات، يعني رجاء لا أحد يكتب لي أول مدري إيش، لا أبغى رأيكم، تكتبوا لي من جد إيش رأيكم، إيش تتوقعوا الشيء اللي صار إذا عندكم يعني مثلا استنتاج. طبعا أنا عارف إنه في ناس كثيرة عارفة عن القضية هذه لأنه أنا لما حطيت الهنت جبتوا لي اسمها على طول فحبيت. أوكي حبايبي، لين هنا أكون وصلت لآخر الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، ولا تنسوا قناة صديقتنا حتلاقوها تحت في الديسكريبشن، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي. سلام عليكم.